الطفلة مريم بصبرها ومثابرتها أصبحت حجة على الأصحاء، إذ لم يمنعها العوائق من مواصلة حياتها واغتنام موهبة الرسم والإبداع بها، حتى استطاعت افتتاح معرضها الشخصي الأول متحدية مرحلة النزوح وسنواتها العجافة. تفاصيل أخرى في سياق التقرير التالي. ما كنت أعمل بالرسم، كان عمري 7 سنين ما صرت معوقة، يعني ما قدرت أمشي. ومرة سنة أبويا بالكرش ما راح حتى يسوي معاملاتنا، وقالوا خبر إنه مات. يعني قبل ما يموت هو قال بنتي يعني ما راح تقدرين تمشي، يعني خلاص يعني ما راح تقدرين تمشين. وبعدين هو قال لي ارسمي من تحزنين، ارسمي حتى تنسين الحزن، ومن تفرحين ارسمي. وأنا بلشت ندك حتى وصية أبي حتى أصير رسامة. وصية والدها كانت الحافز لملء الوقت قبل اكتشاف موهبة الرسم، والقناعة بما قال كانت كافية لتصنع لنفسها مكانة في فضاء الرسامين. أنا من كنت صغيرة، كان عمري 7 سنين، كنا بالموسيقى للشمال، وكنا رايحين على السوق، وبعدين أخذنا كل حاجات أغراض من البيت وطلعنا حتى ناخذ تاكسي ونروح على البيت. بوقتها ما كان عندنا سيارة، واحد سيارة أصفر يشعلنا عبانا يشعلنا حتى نوقف يودينا على البيت. ما كنا نعرف إنه السيد طق العبة، يعني سيارة أشر ونحن أشرنا عليه شوية كرب علينا والسيارة انفجر. تواصل مريم مشوارها بعيدا عن مدينتها الأم بمحافظة نينوى ليصبح المنفى بساط الانطلاق نحو تحقيق الأمنيات. أنا ما كنت يعني أعرف فريق الحياة، كنت بالمخيم، يعني لو مخيم ما شفت هدول الأشخاص، شفت فيكتور ماس وفريق الحياة، هم ميجوا ساعدوني، يعني كلش فرحوني، سووا لي مفاجأة، يعني فتحوا لي معرض، معرض اسمه فول وصلاح، سووا لي معرض وبلش يعني فتحوا لي معرض واشتروا رسوماتي. وسقف الطموحات يرتفع مع مرور الأيام. أنا أتمنى أنه أكون مشهورة، يعني العالم يجون يشوفون رسمات أو يشترون رسماتي. حلمي هم أنه أسافر على المكانات اللي أحبهم، يعني أشوف مكانات غير، يعني مو بس الأربيل. ستبقى مريم حجة على الأصحاء. أو رسالتي للشباب أو للبنات، يعني هم مثلي أو يعني أصعب مثلي أكو، يعني أبدا يعني لا يخلون يعني يضايقون، لا يخلون على قلبهم، لأنه هذا فتش شيء مو زين، لأنه يخلون على قلبهم يمرضون بعدين، يعني ما حد يأخذ مرض أحد منهم. يعني إذا عندهم حزن أو عندهم يسوون فتش شيء، يعني من أحزن أو من أفرح أسوي رسم أنسى.